ونتحول الآن للتعرف على أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة. الجولة الاقتصادية وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود دعم وتنمية قطاع الصادرات المصرية. تناول الاجتماع جهود دعم وتنمية الصادرات، وذلك بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية في مختلف المجالات، وكذا تعزيز النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية المستهدفة. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات وفتح المجال لفرص الاستثمارات في إنتاج المكونات والمدخلات المطلوبة لقطاع الصناعة المصرية، وكذا الاهتمام بمجال الصناعة التكنولوجية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعة التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية على التزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي شددت أن مصر للطيران شركة وطنية ستظل مملوكة للدولة ولا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال باعتبارها أحد أذرع الدولة الرئيسة في منظومة النقل الجوي، مشيرة إلى تنفيذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد رحلاتها الجوية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. أكد وزير البترول طارق الملا أهمية الاستمرار في تنفيذ تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وتطوير البنية الأساسية من محطات تجميع ومعالجة وعمليات تخزين ونقل وشحن الزيت الخام والغاز الطبيعي. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل. وأوضح الملا أن تحقيق الشركة العامة للبترول للمركز الثالث في قائمة كبرى شركات إنتاج البترول في مصر جاء نتيجة تخطيط وإدارة جيدة، موجها بالاستمرار في إجراءات ومشروعات الإصحاح البيئي والبناء على ما تم إنجازه من خطوات مهمة في هذا المجال. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على صعود جماعي وسط تداولات مرتفعة، ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 29 مليارا و300 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عند مستوى 1082 تريليون و200 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة. صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة. سجل مؤشر إي جي إكس 100 صعودا نحو 1.71% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.
تراجعت الأسهم الأوروبية حيث أثرت النتائج الضعيفة لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرامج على قطاع التكنولوجيا الأوسع، ونجحت مؤشرات في تحسين الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في تغذية المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة، وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.3% مسجلا تراجعا اليوم الثاني، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والاتصالات الأكثر هبوطا. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لريهام ويوسف لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.